السلام عليكم، اليوم جايكم مقطع جديد. اليوم جايكم مقطع ركت ليج جديد. قبل ما ابدا مقطع، الفكره اليوم راح تكون اخذ كمات يوتيوبرز، سواء لاعبين او مو بلاعبين، يعني برو بلايرز او مو برو بلايرز. اهم شيء انهم يكونون يوتيوبرز. احتمالنا بعدين اذا خلصنا من اليوتيوبرز نحول على البرو بلايرز، نشوف هل يتحول لعبنا الى افضل مع الكام وزي كذا ولا لا. باذن الله راح تكون سلسله، فلا تنسون لايك اشتراك فعل زر التنبيهات تخليكم مع اعلان كايز. تخيل انك تشتري اغراض روكت ليج، واذا ما استلمتها خلال 24 ساعه راح ترجع لك فلوسك وتاخذها ببلاش. ما يحتاج تتخيل، هذا هو كايز. ودك باغراض كريدت رفع رانك، حتى تقدر تبيع لهم الاغراض، كل هذا وبارخص الاسعار حرفيا. وعندهم كل المنصات، كل طرق الدفع متوفره عندهم، حتى الابل باي. لا تنسون كود بي اس ال قبل ما تشترون. يعطيكم العافيه، خليكم مع المقطع. طيب، عندنا اول كام اللي هي كام جيزر، كنا نسميه جزير. راح نلعب بالفينك، وهذه اعدادات كام جزر. ما ادري شلون انطق اسمه، جزر جزير اللي هو. طبعا اعدادات غريبه شوي. كاميرا حاطها 109، عبيط ما يبغى يحط 110، حاطه 109. هنا 240، هنا 90، هنا سالب 4، بعدين 0. كيف 0 ذي؟ بعدين 3، لا اله الا الله، شكله شيء مختلف. 1.60، هذه اول اعدادات لليوتيوبرز. راح نلعب فيها جيمين، نختار الجيم الافضل اللي على اليوتيوب. اذا كلها هاج عاد ايش نسوي؟ بسم الله، خلونا نبدا. كوم 2 في 2 رانكنا كامبيون 2 ديفيجن اي في، معلقين عليها فتره طويله. السرعه غير، تختلف مره 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 مره. فالله يعين شباب اللي يشتري من كايزن، يرسل لي فاتورته في انستغرام، بختار عشوائي وبعوضك يا بالمبلغ كامل يا بنص السعر. بعوض كم شخص كذا عشوائي. لا اله الا الله، الله اني اسف يعني، طيراني هاج بالاخر. امشي لك يا خوي، تكفى. سنه صعبه 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 عليه. عيني والله جابها، والله جابها. تكفى يا ساتر، والله زاويته صعبه. الحركه في ذل ايوه، والله حركه الكام هنا ما ادري شلون، سريع مره. طيب اروح روح روح روح، يجيبها لك يا خوي. والله الناس است، لا حرام. انا كيف ضيعتها؟ كيف كيف كيف؟ والله خوي هوشني قسم بالله. ايش صار؟ والله ايش صار؟ لا 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 لا، ايزي ايزي يمديك. لا لا اله الا الله، ما عليه ما عليه ما عليه. هم جايبهم هم جايبهم، يا رب هدف. تكفى يا خوي، حلوه. ايه يا شيخ، والله اني قاعد اطير بس ابغى بلك، ابغى اسوي شيء بالغلط كذا. او ماي جاد، اخ روح. لا 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 لا، اللي بعده اللي بعده خلاص. بسم الله، يا رب يا رب تضبط معنا هالمره على الاقل. اوكي يو يا شوت. لا لا يا شوت، لا لا لا، والله الجامده، اقسم بالله جامده. يو اقسم بالله جامده، يا ساتر. ما توقعت تجي، والله ما توقعت تجي. سويت جمبرست يا عيال، البلا في الكاميرا يعني، الكاميرا عجبتني يا عيال ولا ايش ما ادري. ايزي ايزي ايزي، طقه ثانيه. امشي استقعاد، امشي. لا تستبعدون لا تستبعدون، تجي هدف. طقه خفيفه. اوكي تكفى. اي يا شيخ، باذن الله جيم بوز باذن الله. لا يا اخي، وديني يا ساتر. لو طقها فيني يا ساتر. لا 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 لا، مستحيل والله يا قهر، اقسم بالله اني فيكت له فيك اليم. يعني والله خبزناه. والله هذا هدف سلك صراحة، بس اني قمت اطير، قمت الحق الكورة. جي جي
والله عجبتني الكاميرا. فزنا جيم من جيمين، هذا اهم شيء. اذا خسرنا كل الجيمين يعني نعتبر ان الكاميرا ما عجبتني او انها فاشله. ما عندي الكاميرا الثانيه السكويشي، والكاميرا الثالثه راح تكون سام. كاميرا السكويشي 110 270 سالب 4 وهنا 40، هنا 5، هنا 1.20. بسم الله وعلى بركه الله راح نغير شوي وناخذ كتين. غير شوي على الفينك، مع انه الفينك عجبتني صراحه. انا تمنيت اني مسوي حركه اني العب جيم كذا العب جيم كذا، بس انه قلت لازم نغير عشان ما تكون كل الايام نفس السياره. يمكن ابدع في الاختين اكثر ويمكن لا. ايش واو 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 ايش السالفه؟ يكون هذا دخلت معه قبل شوي. ابجي حلوه. ايوه قولك. اوكي يا شيخ رد، اقسم بالله رد. لا تكفى لا 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 خلصت خليص عادي يا عيال. وش ذا؟ والله خوينا قاعد يعطيها ريوس. ما عليه ما عليه ما عليه ما عليه تكفى. ما ادري ايش السالفه بس برجع فينك كذا. لا ما تضيعها والله شوت تضعيفه يا عيال. انا بروح بكملها خلاص بجيب هدف. تكفى شوت شوت. صار نيري دايركت. حاولت اني ابلك والله والله حاولت اني ابلك. رجع رجع الفينك رجع الفينك رجعها. كام جيزر افضل بكثير ما ادري ليش، مع انك طقطق عليها في الدهياز. والله احس ان اللف فيها افضل بكثير مع ان الكاميرا كانها قريبه. والله ما معي بوست يا خوي بس باخذ بوستهم. شوت. لا اله الا الله. لا 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 هذه ايش يا خوي هذه؟ والله اني حسبت اضيعها. قولك اي يا شيخ كذا الخمه ما يدري انا بخشي معي يبوس ما حتى لو ما طاقه يعني نظام اني طاقه بس كذا اروح. اعطاني مين؟ ايوه بحاول اخر وقت. والله حراك اقسم بالله حراك. يا ساتر يا ساتر والله نايس والله هدف جميل صراحه. لعبت بذكاء من البدايه الى النهايه. اسست اسست يا خوي. يفهم والله يفهم. اعرفها ذي اعرفها والله العظيم انها الخمس. خوي انه جاي بالعكس يعني الله يهديك. ليه؟ اخر عنه اخر عنه. ابي بلك. اوكي اوكي لو يهدي فيها شوي بس. اه ما يمدي ما يمدي ما يمدي 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 يخرش يمدي يخرش يمدي يخرش. خلها الله الله. الحمد لله الحمد لله الجيم هذا كذا. ما ادري شلون فزنا والله ما ادري شلون فزنا. الحمد لله يا رب. جي جي والبليد يا ساتر الجيم. نروح الجيمين الاخيره اللي هي كام سام. 110 280 90 هنا 5 هنا 0.40 الباقي زي ما تبي يقول. هذه كم كانت حقت الجزر الثلاثه اللي تحتها 1.60. هنجربها كذا نخلط بين سام وجزر. بسم الله على الجيمين الاخيره. يا رب يا كريم ما راح تفلسف ناخذ وقتين ولا ناخذ كتين والله ما ادري. احس اني مبدع اكثر في الفينك صراحه. احس نلعب جيم كذا جيم كذا. يلا اذا وصلت لهذه النقطه من المقطع اضغط لايك واكتب تحت الكومنت اني وصلت. بسم الله. ايوه 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 اخذ البوست. لا 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 ما تجي كذا تكفى. يا ساتر هي ضايق مثل ما تضايق يا شيخ. امشي والله يا هوسيف. والله ذولي ضاغطين ضغط صراحه في البدايه. لو يا عمري انا ليش سويت فليب على اليسار ما ادري ترى والله ما ادري. عمي لا تمشي معه. الو الو خوي شو شو شوت. يا ساتر كلها كذا كلها كذا. ايش السالفه؟ والله قراها خوينا نايس. اوب 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 تكفى لك. والله اسست. لا جول. احس انه جول عشان ريحه هدف. 10 ثواني تكفى اسمع يا خوي تكفى. والله ضاغطين اقسم بالله انهم ضاغطين ضغط مو طبيعي.
شيوخ. اجربك انا اجربك. الحمد لله يا رب الحمد لله. اوه الجيم والله العظيم خلاص ما جريت بجرة الاخير هدف. خلاص لا تناقش لا تناقش. نجرب الحين الفينك. اذا ضبطت معنا الفينك معناها ان كام سام افضل كام بالنسبة لي. الجيم الاخير الجيم الاخير الله يستر. انا بديت اصدع ما ادري من الاضاءة ولا من ايش بس مصدع متحمس في نفس الوقت. بسم الله ناخذ البوست حقهم. لو خوينا يروح جابه بس ايزي يا خوي تفهم. والله اني اسف يعني ايش اسوي غصبا عني. والله ما له داعي اخذت البوست هذه يا خوي. والله ما له داعي اقسم بالله ما له داعي. شوت لا 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 يا ساتر اعوذ بالله. خلي لي بوست يا خوي. ايش في ايش في شفه طم البوستات. يعطيكم العافية على المشاهدة إن شاء الله استمتعتوا. ولا كام فزنا فيها جيمين وربع مستحيل. علموني ايش تبون كامات تستخدمها في المقطع الجاي. يعطيكم العافية اشوفكم على خير. سلام.